السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي بتاريخ 26 يونيو 2022، النهارده لحد ده تاريخ الفيديو بتاعك يا برج الجدي. اما القراءه عامه مفتوحه وتنطبق على الجنسين. القراءة بتاعتك لشهر 7 عليك بخير بإذن الله، شهر الخير والكرم والفضل ليك وعلى حياتك. أول تعليق هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاجات، القناة التانية مخصصة للعلاجات، مخصصة لعلاج السحر، علاج القرين، العلاجات دي كلها وكمان تفسير الأحلام. يلا بينا بقى يا برج الجدي، انزل باللايك الجميل وبالتعليق الحلو ونشوف مع بعض ايه الاخبار عندنا الفترة دي وايه الطاقات الايجابية اللي على حياتنا. بسم الله. يلا يا برج الجدي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برج الجدي، حرفيا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت بتحضر لفرحة جديدة، بتحضر ل خبر الله اعلم. انت عندكم طاقه جديده او عندكم يعني موضوع جديد، في امور عندكم هتتخطوها. انت عندكم اشتياق او لهفه او حب او كلام حلو جدا لشخص اخر. كمان الفتره دي من اكتر الفترات انتوا حصل عندكم فشل في العلاقات العاطفيه كتير جدا، حصل عدم استقرار خالص في العلاقات العاطفية، حبيتوا ناس كتيرة جدا وفي الاخر اكتشفتوا ان هم كذابين ومنافقين. لكن الفترة اللي جاية دي خلاص بدأتوا تحسنوا الحال بتاعكم، بدأتوا تحسنوا بقائمة مبشرة لكم. عندكم اكتر من وضع هيتحسن معاكم وهيتيسر في ايدكم وهتثبتوا وجودكم في بر الامان الفترة اللي جاية. كمان البعض منكم حرفيا في شوية عراقيل، في شوية يعني لخبطة في حياتكم، لكن الفترة دي هتكون فترتكم انتوا ليها تثبتوا وجودكم. انت عندكم اكتر من تحقيق لحلم، اكتر من تحقيق لطاقة، لمواضيع، لحاجات كتيرة جدا. عايزاكم تركزوا شوية في الدراسة بتاعكم، تركزوا شوية في اموركم اللي عندكم، لان في شوية مشاكل معاكم مع طوب الارض حرفيا. انتوا فاقدين اب، فاقدين ام، فاقدين حد في حياتكم عزيز، ويعني مش عارفين تعملوا ايه. لكن انتوا عندكم تحقيق امنية، تحقيق حلم، تحقيق اكتر من حاجة الفترة اللي جاية. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا هيكون كريم عليكم، ربنا هيكرمكم، ربنا هيوفقكم الفترة اللي جاية. طيب انتوا هنا في غدر وفي حد، يعني في حد غدرتوا فيه، لكن في مساعدة ليكم، انتوا هتساعدوا، يعني في واحدة من الدم واللحم ليكم اتغدر بيكم منها، اتخنتوا منكم في الله اعلم. لكن انتوا زعلانين من حد وشايلين هم الدنيا فوق كتفكم. عندكم احساس ان انتوا خسرتوا ناس كتيرة جدا على حياتكم، او حاجات كانت عزيزة عليكم خسرتوها. بفضل ربنا، ربنا هيبشركم من حيث لا تحتسب، بس ما تفضلوش تحطوا اللوم على نفسكم على الناس اللي كانت في حياتكم. من اقرب الناس اللي انتوا كنتوا بتحبوها بعدتوا عنها. عندكم حمل الفترة اللي جاية دي، في يعني اخبار حمل، في اخبار مولود ان شاء الله باذن الله هينور حياتكم. انتوا عندكم واحدة هتدعي لكم، الست اللي هتدعي لكم دي كبيرة في السن، هي بتحبكم جدا لكن هي متقلبة المزاج، حرفيا متقلبة المزاج كده، من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا مش عارفين هي مالها او فيها ايه. انتوا يعني تركتوا حد في الطريق ومشيتوا، لاني عرفتوا ان الناس اللي انتوا سبتوها دي خاينة وكذابة ومش كويسة خالص. في من وقت للتاني انتوا بتبوظوا اكتر من حاجة مش عاجباكم، في اكتر من حاجة متلخبطة
معاكم مش عارفين يعني فاهمينها ولا عارفين تفسروها، الله اعلم. الفترة اللي جاية دي حرفيا 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 انتوا هتكتشفوا حاجات كتيرة جدا من ناحية الشريك، وهتكتشفوا كده ان يعني هتكتشفوا حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم حد بس هو اللي بيقف معاكم، الحد اللي بيقف معاكم ده هو اللي بيحبكم وهو اللي عايز مصلحتكم. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي القسمة بتاعتكم هتتفتح قوي، وهيبقى فيه امور مختلفة. انتوا عندكم زواج، خطوبة، استقرار، فرحة في ارض البيت، في امور مختلفة. لكن في حد حبيب اتعود، يعني اتقلب المراية، اتقلبت بقى عدو، ما بقيش حبيب زي ما انتوا فاكرين. فانتوا بالنسبة لكم ان انتوا عندكم اعداء كتيرة جدا في حياتكم، بقى بينكم مشاكل، بقى بينكم توتر، بقى بينكم خوف وألم. لكن انتوا على بر الأمان وبر الخير، ان انتوا بتسعدوا نفسكم بنفسكم. في مشكلة مع الاهل، وفي غدر جاي لكم من الاهل. الاهل بيحبوا نفسهم. عندكم صديق او حبيب ليكم انتوا، مقرب ليكم قوي، ده خاين وهيطعنكم، خدوا بالكم منه. انتوا قطعتوا من مدة مع القرايب، بقالكم فترة قاطعين مع القرايب وما بتتكلموش معاهم، ومش عايزين منهم حاجة، حتى حقكم بتقولوا مش عايزيني، مش عايزين، مش عايزاه منهم خلاص. انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم امور مختلفة. في كمان هنا اللهم صل عليكم وعلى احبابكم، انتوا هنا خلاص هتبعدوا، هتبقى في الفترة اللي جاية عندكم حرفيا خلال شهر 99% البعض منكم عنده تغيير سكن او مكان جديد. انتوا هتبعدوا عن الارض اللي انتوا فيها، خدوا بالكم. انتوا هتكونوا في قمة الازدهار عندكم، اي نعم في عراقيل في الشغل او في شوية مشاكل في الشغل، لكن الفترة اللي جاية هيكون في امور مختلفة. انتوا عندكم هنا ما شاء الله عليكم يعني امور مختلفة على حياتكم، بس الصحة تعباكم شوية، وده بسبب الغدر اللي جالكم من الخوات او من الناس اللي دمرتكم واكلت فلوسكم. لكن انتوا كبرتوا دماغكم. بالنسبة للمتجوزين، المتجوزين دايما قلق ودايما حيرة، وفي حاجة منتظرينها بقالهم مدة كبيرة ومش عارفين يعملوا ايه، لكن انتوا قراراتكم دايما بتكون حاسمة. طيب البعض منكم عنده ست، الست دي بومة، الست دي قصيرة، حقودة، غلاوية، دايما كده بتحب تبين ان هي انيقة لكن هي امحوية، او كده غيورة جدا، وانتوا عارفينها. المشكلة ان انتوا عارفينها لكن مش عارفين تعملوا معاها ايه او تتكلموا معاها في ايه. كبرتوا دماغكم منها وما بقيتوش تهتموا بيها خالص ولا تهتموا بالامر بتاعها. بعض الناس في حياتكم اكتشفتوا من وراهم صدمة، واكتشفتوا ان بعض الناس كان عارفينكم علشان مصلحة مش علشان اي حابين لكم الخير ولا الكلام ده كله، هم عارفينكم علشان مصلحة مش اكتر، وعرفتوا قد ايه ان هم طاقتهم كانت سلبية عليكم، فقررتوا ان انتوا تبعدوا وتمشوا من غير اي تردد ولا تفكير، وده القرار السليم اللي انتوا خدتوه الفترة دي. حرفيا حرفيا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم انتوا بتبعدوا. في نميمة كانت عليكم او في كلام انتوا وقع عليكم، انتوا اكتشفتوا غدر من صديق، واكتشفتوا غدر من حد عامل مقرب ليكم، وفي الاخر فقدتوا املكم فيه وكبرتوا دماغكم علشان قلتوا ان الشخص ده كذاب حرفيا ومنافق.
خلوا بالكم خلال اسبوعين هيكون في رسالة، الرسالة دي هتكون قوية جدا ليكم، وزي ما قلت ان هي هتكون مصدر خير او هتكون مصدر طاقة على جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا خلال برضو فترة معدودة هتعرفوا مين اللي بيضحك عليكم ومين اللي بيستغلكم ومين اللي عايز يعني يلعب بيكم، وانتوا طبعا هتكونوا اصحاب قرارات وشخصية حكيمة جدا الفترة دي. في صلح بينكم ما بين اهل ما تقلقوش خالص، اي نعم حصل غدر وحصل خيانة او زي ما يكون، لكن هيكون في صلح. او في اكتر من سؤال انتوا بتسألون نفسكم لحد انتوا بتحبوه او لحد واقف معاكم، انتوا بتكتشفوا او مازال هتكتشفوا الفترة اللي جاية من شخص في حياتكم. اتأكدوا تماما ان عوض ربنا حلو عليكم. في حد كسركم بدون علم وانصدمتوا وتعذبتوا اشد العذاب، ممكن يكون زوج وكان في حياة طرف تالت، او انتوا كان عندكم سحر مشروب من حد واتوجعتوا، الله اعلم. طيب انتوا خلال برضو ايام هيكون في تحسين للدخل بتاعكم، وهيبقى في خير من ورا ستة هتسندكم. انتوا هتسمعوا كلام كتير جدا وهتكبروا دماغكم، مش هتستهموا مش هتهتموا لحد خالص، لاني هتقولوا كل اللي بيأذيني وكل اللي بيتكلم عليا كذاب ومنافق. انتوا هتخلي عندكم كده ثقة بنفسكم اكتر، وهتخلي عندكم كده حياتكم هتبدأ يعني تتظبط، وكمان هتبعدوا عن العصبية، لان العصبية اللي عندكم بتلخبط كيانكم وبترجعكم لنقطة الصفر ورا، والبعض منكم حرفيا وقع في مشاكل. انتوا اجتماعيين جدا، بتحبوا تخدموا الناس، بتحبوا تبينوا دايما ان انتوا في عندكم كمة ازدهار وكمة وطاقة ايجابية، بتخدموا اللي حواليكم، بتحبوا تقفوا مع كل اللي حواليكم، لكن انتوا مهمومين وشايلين هموم الدنيا. خدوا بالكم من نفسكم، لان الدنيا مش بتديكم كل اللي انتوا محتاجينه زي ما انتوا فاكرين، فياريت اعصابكم تكون هادية. عندكم رقم اتنين او عندكم ولدين بنتين، ولد وبنت، عندكم حاجة تخص رقم اتنين دي، انتوا قلقانين وخايفين، لكن انتوا هتقفوا على رجل صلبة وهتساعدوا نفسكم بنفسكم. اي نعم حواليكم ناس مش صافية، حواليكم ناس مبينة عكس الحقيقة، لكن انتوا ما شاء الله عليكم مش هتقلقوا خالص من اللي انتوا فيه. انتوا بدأتوا يعني تتحسنوا اموركم وتحسنوا حياتكم، لان خلاص بتقولوا احنا اتظلمنا واتغدرنا مش ناقصنا حاجة تانية، فخلاص كبرتوا دماغكم من كل الناس اللي حواليكم، وعايزين تعيشوا بحياة اللي ترضيكم انتوا مش ترضي الاخرين. كمان بتقولوا الله اعلم بكل حاجة، ربنا هو الكريم علينا، لكن انتوا مستنيين دعوة من حد، او في مستنيين، بتقولوا دايما دعوة الاربعين غايب مستجابة، فان شاء الله باذن الله هيكون، شوف الدعوه اللي انتم مستنيينها، وباذن الله ربنا هيديكم من حيث لا تحتسب. طيب باختصار الفتره دي انتم عندكم طرف ثالث، والطرف الثالث ده جاي من صديق او جاي من حد انتم كنتم متعشمين فيه زياده عن اللزوم، والعشم ده خسركم حاجات كتيره جدا، وفي الاخر قلتوا احنا لينا رب فقط كريم لا غير. كمان انتوا في هدية جاية لكم، والهدية دي هتكون من ابراج نارية، هتكون عندكم خير جاي لكم، او في يعني هدية هتجيلكم، لكن هتكتشفوا خيانة، ومن ورا الخيانة دي مش هتهتموا بالناس اللي حواليكم، ومش هتهتموا بحد خلاص، هتقولوا احنا خسرنا هنستنى ايه من حد تاني، خلاص هنكبر دماغنا وهنمشي وهنبعد عن كل اللي بيخدعنا وبيظلمنا.
فما تقلقوش خالص، لان ربنا زي ما قلت كريم عليكم وهيبشركم بما انتوا تنتظروا الفترة اللي جاية. كمان البعض منكم حرفيا حرفيا عنده شوية مشاكل في الجسم، بقالكم اسبوع او 15 يوم، صداع مستمر، خنقة، في مسكن بتاخدوه، او البعض منكم عنده احلام مزعجه، الفلوس بتاعته متبخره، اموركم منعكسه، فخدوا بالكم من نفسكم واحسنوا الظن في حياتكم، لان انتوا بتزعلوا بتتاثروا جدا باللي حواليكم، وتاثيركم على نفسكم ده بيأذيكم انتوا بكل الاشكال اللي في حياتكم. ربنا هيجازيكم خير عن كل اللي انتوا اديتوه للناس اللي في حياتكم. انتوا يعني الناس اللي اذتكم دي كانت كل همها تأذيكم، لكن بعد كده هتندم اشد الندم. وزي ما قلت ان انتوا عندكم رد اعتبار او رد جزء من ظلمكم على الناس اللي ظلمتكم. انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيسر اموركم، والغدر اللي جالكم من ناس كتيره جدا خلاص انتوا فقدتوا الامل، ما بقيتوش مستنيين حاجه من حد، انتوا عندكم ثقه بالله، ومعنى كده ان اموركم هتتحسن. وزي ما قلت ان في حد هيقف معاكم وهيقف معاكم وهيساعدكم في اكتر من حاجه، لا اما عندكم سفر، لا اما عندكم لم شمل، انتوا عندكم اسمتين مفتوحين، لم شمل هيكون خير، لا اما هيكون في طريق سفر على حياتكم، او انتوا هتحسنوا اوضاعكم بشكل ايجابي، لاني خلاص انتوا ما شاء الله عليكم وصلتوا على الارض الصلبه بتاعتكم، ووصلتوا ان انتوا تحسنوا كل الاوضاع بتاعتكم. فعايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا، وكمان تشوفوا الحياة الجميلة اللي هتلعب معاكم دور كبير جدا في حياتكم، لان مجرد ما الحياة هتلعب معاكم دور كبير جدا في حياتكم انتوا هتكونوا مبسوطين جدا الفترة دي، وهيكون في قمة الازدهار. انتوا لابسين خاتم، لابسين حاجة، لا اما في علامة، لا اما لابسين حاجة، ممكن يكون في حريق او في جرح او في حاجة في جسمكم كده ليها ذكرى كبيرة في حياتكم، والذكرى دي انتم مش قادرين تنسوها، يعني مش قادرين تنسوها. البعض منكم خسر خسارة في مبلغ من المال، خسرتوا مبلغ من المال وانتم مالكمش اي ذنب بيه، ذنب فيه خالص، او خسرتوا حاجة برضو انتوا مالكمش اي ذنب، لكن ربنا واقف معاكم. فانتوا نجاح في دراسة، نجاح في تغيير، عندكم خطوبة هتتم على خير، بس خدوا بالكم ان لو في خطوبة بلاش تتكلموا عنها قبلها بفترة، خدوا بالكم لان حسدكم انتوا مختلف عن الاخرين، ومهووسين جدا يعني بالحسد الشديد والاوجاع اللي في حياتكم. طيب بصوا هنا عندكم كلام يخص برج الحوت، وفي فك سحر عندكم بينكم وبين ابراج مائيه، انتوا في حد، يعني انتوا ممكن تكونوا رحتوا المشايخ او صرفتوا كتير عشان تبطلوا السحر ولسه، فخدوا بالكم من نفسكم وارموا ورا ظهركم، وتأكدوا ان ربنا كريم، هو بس مشكلة الطرف التاني انه بيتدخل في كل حاجة في حياتكم وبيحاول يأذيكم. طيب انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم الروحانيات عالية بتاعتكم، امال مالكم شايلين طاقة الحزن ليه؟ يعني في طاقة جديدة ليكم، في حد هنا هيتواصل معاكم وهيقف معاكم في اكتر من حاجة. انتوا يعني بدأتوا تقسوا شوية على اللي ليكم الفترة دي، يعني انتوا اي نعم حنينين جدا وطيبين جدا، لكن في قسوة على قاسيين على نفسكم او على اللي حواليكم بسبب اللي انتوا شفتوه منهم. خلوا بالكم من القال والكيل،
اللي ملازم على حياتكم. وخلي بالكم من الست اللي لسانها زي السكر لكن هي بتستغلكم ماديا، يعني هي عامله لكم ان هي حبيبه وان هي صديقه ليكم وان هي ما فيش زيها، لكن بتستغلكم واستغلالكم بكل الطرق، يعني عامله لكم اذى. انتوا في ناس ناس كتيره جدا راشقه عينيها فيكم، وناس عايزه تغدر بيكم، حاسدينكم على كل حاجه في حياتكم، وبصل لكم على كل حاجه ملازمه في حياتكم. انتوا يعني في حالكم جدا، وما بتتكلموش على حد ولا ليكم دعوه بحد، وعايشين بما يرضي الله. حاولوا الفتره اللي جايه تظبطوا نفسكم وتيسروا اموركم بنفسكم، لان هيكون في صلح من بعد الخصام الفتره اللي جايه. وانتوا دموعكم مش يعني دموعكم طول الوقت نازله، دموعكم طول الوقت يعني بالكم مشغول، في دموع كتيره جدا عندكم في حياتكم بسبب الامور اللي بتحصل عندكم. اللي بيحصل عندكم مش طبيعي ولا سهل زي ما انتوا فاكرين، فخدوا بالكم من نفسكم في تحسين تغيير، في طاقة جديدة، في استمرار لنجاح حلو قوي في حياتكم. والمكالمة التليفون اللي هتجيلكم هتبقى مكالمة طوارئ، لأما في حد هيتعب فانتوا هتجروا معاه الله أعلم. رغم ان انتوا بعيد عن الكوكب بتاع الناس الأخرى، لكن انتوا بتحبوا تعرفوا أخبار الناس، بتعرفوا تحبوا يعني تحبوا تعرفوا أخبار الناس اللي انتوا بتحبوهم. وزي ما قلت العند والعصبية بتخسركم حاجات كتيرة جدا، والخسارة دي بتخليكم تندموا ان انتوا عملتوا الحاجة دي. فلازم الاعصاب تكون هادية، وبلاش ان انتوا تزعلوا نفسكم بنفسكم. الاعصاب تكون هادية، اموركم هتتحسن الفترة اللي جاية، الدخل بتاعكم هيتوسر، هيبقى فيه امور منعكسة باذن الله، لان انتوا بتتعاملوا بطيبة وبتتعاملوا بحب وحنان مع الشخص الاخر او مع الطرف الاخر. بس هل الطيبة والحنان والتعامل اللي انتوا بتعملوه مع الطرف الاخر ده نهايته ايه؟ ان شاء الله باذن الله نهايته فرج وحب وحنان وتغيير جذري على اوضاعكم، لان ربنا كريم عليكم، وتحسينكم الاوضاع بتاعتكم هتكون طاقات فرج ليكم. زي ما قلت ان انتوا رميتوا ناس كتيره جدا من حياتكم، وده اصلا كان سبب الخير ليكم. خرجتوا من كوكبهم، طردتوهم بره، خلاص جبتوا ورقه وقلم وبداتوا تصفر حسابات، بداتوا تعرفوا ده عايز منكم ايه، وده بيأذيكم ليه، وده شغال معاكم ليه. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني النور اللي جالكم من بعد الظلمه في حياتكم ده حسن من اوضاعكم كلها، تيسر من اموركم كلها، ده خلاكم انتوا في انطاق في انفراجات كده، يعني انتوا حاسين ان الارض حرفيا الفتره اللي جايه هتحسوا ان الارض بتشيلكم من، يعني الحياه بتشيلكم من على الارض شيل، لان انتوا كرمتوا كتير جدا. بس عندكم حلمين بيترددوا معاكم دايما، والحلمين دول انتوا خايفين منهم جدا ومش عارفين تعملوا ايه ولا تبداوا ازاي ولا تاخدوا القرار ازاي، لان انتوا بتخافوا جدا من الحاجة اللي بتحسوها، يعني من كتر ما روحانياتكم عالية الحاجة اللي بتحسوها على طول فورا بتحصل، فبتخافوا من النقطة دي جدا وبتبقوا مقلقين قوي. فياريت الاعصاب طول ما هي هادية، طول ما هيكون في تحسن وفي خير قادم ليكم وفي تبشرات باذن الله على اوضاعكم. كمان انتوا عندكم البعض الايام الفترة اللي جاية دي هتاخدوا فيها قرارات حاسمة، والقرارات دي هتكون من صالحكم، يعني ما تقلقوش خالص ولا تزعلوا، لان انتوا هتاخدوها اصلا من صالحكم، بس في وقتها هتحسوا ان انتوا خدتوها قرارات غلط. يعني لو قرار خدتوه تقطع علاقتكم بحد بسبب ان انتوا شفتوا منه كتير، قرار هتاخدوه بسبب ان انتوا تبعدوا عن الشخص المزيف الكذاب اللي بيلعب بيكم. فما شاء الله عليكم تحسينات حلوة، تغيرات ايجابية، فرج حلو قوي قوي قوي، وهيحسن الاوضاع بتاعتكم. فما تقلقوش وما تخافوش، وتأكدوا ان ربنا معاكم، وطول ما ربنا معاكم طول ما ايامكم بتتيسر واحدة واحدة وايامكم بتتظبط باذن الله.
ليه؟ علشان انتوا بتتعاملوا مع الناس الاخرى بما يرضي الله، وطول ما انتوا بتتعاملوا بما يرضي الله طول ما اسمتكم هتكون مفتوحة قدام حياتكم، وان شاء الله بإذن الله هتلاقوا اموركم بدأت تمشي زي ما انتوا عايزين بالورقة والقلم اللي انتوا رسمينها طول الوقت. تحياتي ليكم، واتمنى لكم الهنا والسعادة والخير والرزق والتفاؤل، ولو عجبتكم القراءة انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.